مشاهدينا ولمناقشة ملف معاناة المهاجرين في يومهم العالمي ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بعض الدول الإسكندنافية رفضت طلبات لجوء مواطني دول عربية كالعراق بذريعة أنها دول آمنة، فيما كشفت منظمات حقوقية عن هجرة أكثر من 75 ألف عراقي خلال هذا العام. كيف يمكن تفسير ذلك إذا كانت فعلا هذه الدول آمنة؟ يعني تعالت في الفترة الأخيرة أصوات اليمين في مختلف الدول الأوروبية مطالبة بالحد من هجرة اللاجئين بشكل عام من كل دول العالم، والتشدد إلى حد ما مع الدول التي تشهد أمنا معقولا يسمح للمواطن العيش فيه دون أن يكون هناك تهديد لحياته. يعني تنفي عن المهاجر، تطلب من حكوماتها أن لا تسمح للمهاجر الذي يعاني من حالة اقتصادية الوصول إلى أوروبا. الحالة الأمنية فقط هي التي لا زال الأمر مفتوحا أمام استقبالها في أوروبا، وهذا ما تطالب به معظم أحزاب اليمين واليسار وحتى الوسط في أوروبا. يعني بالمجمل الأوروبيون بشكل عام يتوجهون الآن باتجاه حصر قبول اللاجئين في اللاجئين الذين تتعرض حياتهم للخطر في بلدانهم الأصلية. الحال هذا ينطبق على اللاجئين العراقيين، حيث يرى معظم الأوروبيين أن العراقيين بالتحديد يعني لا تشهد بلادهم حروبا تؤدي أو تتسبب لهم بمشاكل أمنية على حياتهم، ولذلك يطالبون بالتخفيف من قبول اللاجئين العراقيين والقبول الانتقائي لبعض اللاجئين من أصحاب الاختصاصات التي يمكن أن تخدم بلدانهم. يعني الغاية من هذه المسألة هي خدمة مجتمعاتهم بقبول بعض الشهادات، بعض الاختصاصات، بعض الحرفيين ببعض المهن، بغض النظر إن كان هذا اللاجئ يتعرض للخطر في بلاده أم لا. وهذا أيضا ينطبق بشكل عام على معظم اللاجئين في أوروبا والدول الأوروبية من حيث وجهة نظرها لقبول اللاجئين. أما عن كيفية وصول أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين إلى أوروبا، فالطرق واضحة ومعروفة برا وعبر البحر وعبر التهريب، الطرق المعروفة من اليونان وإيطاليا وشمال أفريقيا وغيرها. ووصول هؤلاء إلى أوروبا لا يعني أن أوروبا قبلتهم، يعني تتوجه كثير من الدول الأوروبية وخصوصا الدول الإسكندنافية إلى التشدد في قبول هؤلاء، ولكن عملية رفض قبولهم في هذه البلدان يأخذ وقتا لا بأس به، يعني قد يصل إلى سنة أو أكثر حتى تقرر محكمة اللجوء في هذه الدول قبول هؤلاء أم لا. لذلك نرى أن الأعداد لا تزال مرتفعة، أعداد الواصلين من اللاجئين العراقيين وغيرهم لا تزال مرتفعة بانتظار قرارات القبول أو عدم القبول، وكما قلنا هناك تشدد يتصاعد يوميا وأسبوعيا أو شهريا كما تريد، يعني باتجاه قبول المزيد من اللاجئين ولا سيما الذين لا يتعرضون للخطر في بلدانهم الأصلية. طيب، هنا أيضا المنظمة الدولية للهجرة دعت أنها لإنهاء الوصم والتمييز ضد اللاجئين في يومهم العالمي، كما طالبت أيضا باحترام حقوق اللاجئين دون تمييز. هل ترى أن مثل هذه الدعوات قابلة للتحقيق في ظل تفاقم العنصرية والمشاعر العدائية ضد اللاجئين، وخصوصا أنها أصبحت أيضا ضمن البرامج الانتخابية لليمين؟ دعوة المنظمة هذه تتطابق مع قوانين الدولية، مع القانون الدولي، مع الأحكام العرفية المطبقة في القانون الدولي بضرورة احترام اللاجئين، وهذا حكم قانوني يجب على الدول الالتزام به. وحقيقة لنكون واضحين، يعني القوانين في معظم الدول الأوروبية تساوي بين اللاجئ والمواطن، يعني ليس هناك تمييز إلا من حيث الجنسية. يعني هناك بعض الأعمال لا يسمح بها للاجئ القيام بها، مثل التطوع في الجيش والشرطة، الخدمة في الجيش والشرطة والأمن وغير ذلك. هذا محصور في المواطنين، وهذه قاعدة متبعة في كل دول العالم. أما بشكل عام القوانين الأوروبية من حيث القانون والنظرية، وأنا هنا لا أتحدث عن التطبيق، هي تضمن للاجئ حقوقه وتقدم له الخدمة الاجتماعية وكذلك الصحية، وإضافة إلى تكاليف الحياة ريثما يؤمن عملا يعمل به وما إلى ذلك. ولكن كما تعرف ويعرف الجميع أن تصاعد اليمين الأوروبي ولا سيما في البلدان الإسكندنافية ومن بعدها إيطاليا ولاحقا فرنسا، وهو هذه الأصوات تتصاعد تدريجيا في هذه الدول،
تطالب بالتشدد في استقبال اللاجئين، تطالب بالحد من تدفق اللاجئين عبر قوانين معينة يتم فرضها، وماكرون بادر في هذا الاتجاه الآن يحضر لإصدار قانون لقبول اللاجئين، آلية جديدة لقبول اللاجئين في فرنسا تحظى يعني تتمتع أو يعني بالأحرى. في ضمن هذا الخصوص وفي هذا إطار يعني مشروع الرئيس الفرنسي، مشروع القانون هذا، كيف يمكن أن يؤثر مشروع القانون الجديد للهجرة بين ما يحتاجه أو تحتاجه فرنسا من خبرات وبين مخاوف أو ضغوط اليمين المتطرف؟ كيف يمكن أن يكون تبعات هذا القرار على اللاجئين؟ الحقيقة ماكرون يحاول إيجاد موائمة ما بين مواقف اليمين المتشددة تجاه اللاجئين وما بين مواقفه المتوسطة تجاه اللاجئين، فهو من خلال القانون المقترح الجديد المزمع تقديمه في الفترة القادمة يعني يحاول أن إيجاد صيغة قانونية مناسبة ترضي اليمين ولا تمنع عن اللاجئين الوصول إلى فرنسا في بعض الحالات وفي بعض الاختصاصات. فحوى القانون الجديد تركز على إمكانية قبول اللاجئين من أصحاب الاختصاصات وشهادات معينة كالشهادات الطبية والهندسية، إضافة إلى بعض المهن ولا سيما المهن التي تسمى هنا في فرنسا في فيزيك يعني اليدوية، الأعمال اليدوية الحرفية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمتع بالكثير، لديه الكثير من هذه المهارات، وهذا الجانب سيتم التركيز عليه، سيتم قبول هؤلاء والتشدد بشكل كبير برفع باتجاه اللاجئين والمهاجرين الذين لا يحملون مثل هذه المواصفات، وهذا يرضي اليمين المتطرف. في هذه النقطة تحديدا هناك دعوات تتعالى ولا سيما من اليسار الأوروبي في فرنسا وأوروبا، تطالب الدول بدل التشدد مع اللاجئين، تطالب هذه الدول تأمين حياة مستقرة للمواطنين في بلدانهم، يعني يطالبون بوقف الحروب، يطالبون بعدم سرقة أموال أفريقيا والشرق الأوسط وتركها لهذه الدول يتمتع بها مواطنوها، وبالتالي لأنهم لا هم سبب ما يجري في بلدانهم فيضطرون إلى الهجرة إلى أوروبا. طيب، أيضا في هذا الإطار، في فرنسا ستكون هناك انتقائية في اختيار اللاجئين ومن تمام. يطلبون اللجوء هناك. طيب، ماذا عن اللجوء الإنساني ممن لا يمتلك خبرات أو كفاءات، ربما من اليمن ومن سوريا ومن بعض مدن العراق وكذلك الأفارقة؟ هذا الجانب هو محور حديث أو محور نقاشات التي تجري في البرلمانات الأوروبية والتي يتشدد فيها اليمين. اليمين يطالب بشكل رئيسي بمنع أو بعدم قبول المهاجرين الذين يقصدون الدول الأوروبية لأسباب اقتصادية، يعني الفقر، عدم البطالة، عدم وجود أموال، عدم التمكن من تأمين مستلزمات الحياة بشكل طبيعي، هذا ما يطالب اليمين بمنعهم تماما من دخول أوروبا. ولذلك وكتبرير لهذا واستمرارية لمطالبة اليسار بتصحيح أوضاع الاقتصادية للاجئين في بلدانهم الأصلية، يتشددون في هذا الجانب تماما. أما الأحوال الإنسانية أو الصحية لنقول أو لكبار السن، ففرنسا تحديدا وبعض الدول الأوروبية لا تعارض أو بالأحرى لا تزال تقبل استقبال الحالات الصحية والكبار والعجزة، رغم أن كما تعرف القارة الأوروبية هي قارة عجوز، يعني كبار السن فيها يعني تصل معدلاتهم إلى نسبة عالية جدا بالنسبة للمواطنين، ومع ذلك فالقوانين الأوروبية رحيمة في هذا الجانب وتستقبل الكثير من كبار طيب، السن وأصحاب الحالات الإنسانية نعم، الصحية تحديدا، بعيدا عن الحالة الاقتصادية التي يطالب اليمين بالتشدد تجاهها. لذلك لا يمكن أن نلوم أو نقول أن الأوروبيين لا يستقبلون الحالات الإنسانية، ونحن هنا في فرنسا نرى ونشاهد أن هناك نعم، الكثير من ولكن أصحاب وفق الحالات مشروع الصحية القانون والإنسانية الجديد يسعون إليه. لا ندري ما الذي سيحدث. طيب، الجارديان البريطانية تقول أن السياسات المتشددة لحكومات الدول الأوروبية كبريطانيا مثلا إزاء اللاجئين تسببت بوفاة العديد منهم. لماذا تصر هذه الدول على سياسة طرد اللاجئين لا سيما المسلمون الأفارقة من هذه الأصناف في الوقت الذي استقبلت فيه ملايين الأوكرانيين؟ والله أنا ما بدي أدخل في هذا الجانب لأنه ما عندي تبرير حقيقي لما يجري، يعني هذه الحالة سوى أنه الكيل بمكيالين يعني.
يعني إلى حد ما نستطيع القول ذلك، يعني لقبول الأوكرانيين بأعداد كبيرة في نعم أوروبا، يشعر الأوروبيون بأن أوكرانيا جزء منهم، يعني قد يكون للجانب الديني أو للون البشرة دور أيضا، لكن لا أستطيع أن أتبنى هذه النظرية وأنا أعيش في فرنسا وأرى أن فرنسا مثلا فيها العشرات الآلاف أو الملايين حتى من الأفارقة من البشرة السمراء، يعني لا أستطيع أن أتهم فرنسا مثلا بمثل هذا الاتهام. أيضا إنجلترا تستقبل الكثير من أصحاب البشرة السوداء وتستقبل الأوكرانيين. التشدد تجاه القادمين من أفريقيا في هذه الفترة كما قلنا يعني يعود إلى أن اللاجئين إليها المحاولين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أفريقيا وشمال أفريقيا نعم يأتون إليها لأسباب اقتصادية، أما نعم القادمون إليها الآن من أوكرانيا يأتون إليها طلبا للأمان، الحفاظ على حياتهم، نحن نعرف واتمام أن الموت جوعا، يعني يشبه الموت بالحرب يعني. حقيقة كذلك. لذلك تطالب بعض الجهات ب يعني محاولة تقديم الدعم الاقتصادي للدول الأساسية التي يأتي منها هؤلاء اللاجئين. هنا محور القضية، يعني لماذا يأتي لاجئون إلى أوروبا؟ طلبا للأمان، الأمان هذه الحالة في حالة وجود الخطر أوروبا تقبلهم، أما في الحالة الاقتصادية وفي حالة يعني الخوف من المجاعة والموت جوعا يحاول الأوروبيون إيجاد صيغة نعم تقوم بها دولهم بدعم هذه الدول اقتصاديا طبعا وتنمويا عبر المشاريع الزراعية والاقتصادية والتوقف، ويدعي اليسار الفرنسي، يدعو اليسار الفرنسي بشكل واضح إلى التوقف عن سرقة أموال هذه الدول لكي توظف هذه حتى الأموال تحل في بلدان المعضلة من يدخلك الجذر. هؤلاء نعم الناس. نشكركم الشكر الجزيل ونعتذر لضيق الوقت. من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد السلام حاج بكري، شكرا جزيلا لك.